سنين ديال الحبس تعرض لصاحبو حيت خرجو ديسك في قله الحيو في ايحاءات ما فيش شي تخسر الهضره نيشان ويستاهل. كاينين وحدين دايرين اكثر منه اكثر منه بدرجات واضعاف مضاعفه. داك اللي كيقول لها انا وياك البرتوش نديك وزيد معناتها ديسك كاع ما تصنط ليهم انا شخصيا. واحد اللي كيطلع سيرسان ولا في لايفات كيطلع كيسكر كيضرب في القرعه نيشان وكيكمي في الجوانات وكيقول لهم باللي الحشيش عادي وتخسر الهضره حديش ولا حرج وزيد وزيد. داك اللي كان غابر داك الغليظ اللي غابر ونهار رجع بدا بديسك ديال تقلى الحياه من تحت السنطه ولتحت يعير يجبد في العيالات وتخسر الهضره ورد عليه هذاك القهوي ولا ما عرف مشات حتى لهم كيقول لهم عزي ولا ما عرف حتى ورد عليه تخسر الهضره الروابا كيخسروا الهضره. دوك المؤثرين المؤثرات اللي كيديروا اللايفات واللي كيديروا روتيني اليومي فين يبان قدام اللي كتكون اضعاف مضاعفه من قله الحياه منهم الممثلين ومنهم المخرجين وبلا ما نجبدوا اسم المخرج اللي كيخرج افلام ديال قله الحياه وكل مسلسل داخل القاعه ما كنفرضوش عليك انك تجي رغم انهم كيخرجوا قله الحياه داخل المجتمع ديالنا باللغه ديالنا.